يوم سعيد يوم يوصل باكج من اصدقائنا من سبورت، يعني حتى الباكج تغير، باكج جديد من سبورتر، بوكس السعادة. بوكس السعادة يحتوي على واحد قد يكون من أقوى مركبات الطاقة أو البري ورك أوتس الموجودة حالياً. قدم لكم سيليكور داينستي. مع البوكس في كوميكس بوكس، ما لا يداعي، فاتورة ما لا يداعي، والبوكس. شركة سيليكور أنتجت نسخة محدودة من السي 4 سمته السي 4 داينستي، واحد من أقوى مركبات اللي أنتجتها سيليكور. حطوا في العمق نعرف من إيش بتكون وإيش اللي بيخلي المركب هذا مركب عظيم ولا لا. خليك متابع. أصدقائنا من سبورتر صار يبعثوا كوميكس، بحث عن الكود وامسح لتدخل على سحب تربح سبليمنت، حاجات مضبوطة. المهم سي 4 وبعد مرور فترة من الزمن على صناعتهم لسي 4 أوريجينال، أول منتج طاقة عملوا، قرروا أنهم يعملوا منتج يخلد القوة تبعتهم أو الاسم تبعتهم، سموه سي 4 داينستي، ويصنع لكمية محدودة ليميتد إديشن، وعملوا نكهتين الستروبري ووتر ميلون والثانية شيء ثاني هيك مارغريتا مارغريتا. على العموم من غير مقدمات حندخل في العمق نعرف إيش بتكون منه. مبدئيا شكل العلبة مميز، قال العلبة شفاف زي ما أنت شايف، والغلاف على العلبة. إحنا ما بهمنا بالشكل، بهمنا بالمضمون. ندخل في العمق من أول وحدة مكملات، حتعرف إنه حجم السكوب 14 جرام، العلبة تحتوي على 30 سكوب. السكوب يتكون من، شوف حتى مش حاطين فيتامينات، ما فيتامينات داخلين على طول في العمق، كارنسين بيتا ألانين 3.2 جرام أو 3200 ملغرام، فول كلينيكال دوز من الكارنسين بيتا ألانين، هو أنظف نوع بيتا ألانين الموجود في الماركت، المسؤول عن زيادة التحمل العضلي وتقليل الحمض اللي بتكون مع التمارين الطويلة. بداية موفقة وبداية قوية. ثاني شيء حتلاقي داينستي تريبل سيترولين كومبلكس، وهو يحتوي على ثلاث أنواع من السيترولين، السيترولين نايترا ماكس NO3 واللي هو سيترولين نايتريت سريع الامتصاص، والسيترولين ماليت العادي، مجموعهم 3 جرام، يحتوي على 3 جرام من 3 انواع من السيترولين. 3 جرام تعتبر يعني ما يقارب ال 6 جرامات من السيترولين ماليت، لانه يحتوي على انواع مختلفه، فحيعطيك نفس الايفكت اللي بتاخده من 6 جرامات من السيترولين ماليت. برافو سيليكور. بعدي يحتوي على كرياتين مونوهيدريد، زمان ما شفنا كرياتين داخل مكملات الطاقه، بيحتوي على 2.5 جرام من كرياتين مونوهيدريد، واللي هو مسؤول عن رفع القوه العضليه لما تاخده بشكل منتظم. طبعا سينا نحكي انه السيترولين كومبلكس مسؤول عن زيادة ضخ الدم في العضلة، بيعطيك البومب خلال التمرين. بعديهم تاورين حمض اميني، مسؤول عن زيادة الاداء الرياضي، بنلاقيه في مركبات ومشروبات الطاقة زي الريد بول والمانستر وغيرهم. ان اسيتيل التيروسين، وهو ناقل عصبي بيزيد التركيز الذهني وبيحسن وظائف الدماغ. يليهم الكافيين صديق الجماهير، ومش اي نوع كافيين، الاسم التجاري هو انوفا تي او جرين تي ليف اكستراكت زائد الكافيين انهيدرس. اذا يحتوي على نوعين من الكافيين، الكافيين العادي منزوع المياه اللي هو الكافيين انهيدرس، ومستخلص الشاي الاخضر جرين كافيين. بالنسبه لي شخصيا مستخلص الشاي الاخضر او الجرين تي اكستراكت كافيين بيعطيني تحفيز اقوى من غير الكراش، بيحتوي على 140 ملغرام، واللي هي تعتبر نوعا ما كميه قليله نسبيا مقارنه في باقي مكملات الطاقه. قد يكون إشي كويس بالذات لو انت عندك حساسية عالية من الكافيين ومحتاج انك تاخذ البيتا ألانين والسيترولين ماليت من غير ما تاخذ الكمية العالية من الكافيين. هذا إشي صرنا نشوفه في مركبات الطاقة الحديثة، صاروا يقللوا نسبة الكافيين مقابل انهم يرفعوا كميات باقي المركبات اللي بتزيد ضخ الدم وبتزيد التحمل من غير ما يعمل لك الكراش او التنشن الزايدة من الكافيين العالي. طبعا احنا بنتكلم عن قائمة السكوب الواحد، حتى في قائمتين في الليستة، السكوب والسكوبين، احنا بنتكلم عن السكوب، كل مركب من المركبات هذول ممكن يتضاعف لو اخذت سكوبين. المركب اللي بعده الفا سايز جي بي سي، وهو نقل عصبي بيعدي الحاجز ما بين الدماغ والدم البلاد بلين بارير، وبدخل الدماغ بيحسن وظائف الدماغ، بيرفع التركيز الذهني، بيحسن الذاكره، وبشكل عام بيخليك مزهزه ومبسوط داخل التمرين. يليهم افانترا زي، هو مستخلص فواكه، ما لقيت اي كلام عنه، لكنه على الاغلب يا اما بيحسن الامتصاص او بيحسن الاداء الرياضي. يليهم استراجين، استراجين واحد من مستخلصات الجنسن، عشبه الجنسن او جذر الجنسن، وهو يعمل على تحسين امتصاص باقي المكونات هذه وتحسين عمل الامعاء بشكل عام، فبيحسن المود بشكل ثانوي. يليهم صوديوم او ملح الطعام صوديوم كلورايد، اللي بيعوض الاملاح، يعني نوعا ما بيشتغل انه يعوض الاملاح اللي بتخسرها لما تتعرق خلال التمرين. يليهم توث كلامب موس او الهوبرزيا، هي الاسم الثاني لهوبرزاين، الهوبرزاين تحسن الاداء الذهني، وفي بعض الدراسات بتشير انها بتزيد حرق الدهون عن طريق رفع الميتابوليزم بشكل عام. يحتوي على نكهات طبيعيه ومحليات صناعيه، وهذا اللي داخل سكوب.
السي 4 داينستي، زي ما احنا شفنا جرعات كلينيكية كاملة، مركبات ذات اسم تجاري، وهذا اللي هم حاولوا يعملوه السي 4، انه يعملوا مركب طاقة او بري ورك اوت مميز يحتوي كل الجرعات الكلينيكية اللي انت بتحتاجها في التمرين بجرعات كاملة وعالية واسامي تجارية عشان تعطيك احسن جودة. برافو سي 4، طبعا اشي لا يعلى عليه، اتوقع من شركة قوية زي شركة سيليكور. طبعا العلبة مسكرة، ما جربته، هذه اول مرة نجربه. النكهة اللي معانا اللي هي الستروبري ووتر ميلون او بطيخ والفراولة. والله كان زمان تفتح. فتحت، ترى في كان زمان تفتح. هذا غطيين، هذا الغطاء تبع العلبة، هذا الغطاء عشان يحفظ جودة المكملات. العلبة قد ما تخبط، السكوب اكيد حيكون اختفى، هذا هو حجم السكوب. توصيات انه يخلط سكوب من السي 4 داينستي مع 180 ملليلتر من المي، تعدلها حسب الطعم. توحش وجلندايزر ممكن تاخذ سكوبين، بس ما تزود عن سكوبين خلال اليوم. ناخذ سكوب من هذا الشيء ونحطها مع 180 ملليلتر من المي، يتم الخلط. بكوب الاختبار حيتم صب هذا الشيء داخل هذا الشيء. زي ما انت شايف طبعا شركة نفس الكور، ما بتمزحش في موضوع الخلط، يخلط بشكل جيد جدا. في شوية رواسب بسيطة، هاي طبعا من البيتا ألانين والكرياتين مونوهيدريد، ما فيها أي مشاكل، ريحته رهيبة. واو رهيب. بشكل عام نكهات البطيخ بطلت تنعمل بشكل جيد، لكن هي نكهة فراولة مع تاتش بطيخ، فطالعة رهيبة جدا جدا جدا. ستروبري ووتر ميلون ننصح انكم تجربوه. بالنسبة للتأثير ما جربته لحتى الآن، ولكن على ورق منتج زي هذا بيفوز 100%، واكيد حيكون التأثير تبعه رهيب لوجود ثلاث انواع من السيترولين. كارنوسين بيتا الانين هو انظف نوع بيتا الانين، نوعين من الكافيين، الكرياتين مش ضروري جدا ولكن وجوده برضو احسن من عدمه، وباقي المركبات اللي بيجعل سي 4 مركب حيعطيك الطاقة، حيعطيك الضخ الدم او البمب، وحيعطيك التركيز الذهني العالي خلال التمرين، ويخليك تفجر جيم وتاكل حديد. هذا هو بالنسبة للسي 4 داينستي. لو عجبك الفيديو اترك لايك، اشترك في القناة لو كنت مشترك، ونشوفكم في حلقة قادمة. بيس. نترككم مع بوكس السعادة. تحية لأصدقائنا من سبورتر على الخدمة الرائعة والرهيبة وتزويدنا بكل الأشياء الجميلة. بيس.